أهلا وسهلا متابعي موقع صدى البلد. تصريحات مثيرة للجدل، ونقدر نقول إنها تصريحات نارية، قالها المستشار مرتضى منصور وتداولها عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت. التصريحات دي كانت الحقيقة بمثابة ردود من المستشار مرتضى منصور وتعليق مباشر منه على الحكم بحبسه لمدة شهر. فجر خلالها المستشار مفاجأة قانونية جديدة. ايه هي التصريحات المفاجأة دي وليه أثارت الجدل؟ ده اللي هنعرفه حالا مع حضراتكم في هذه التغطية. تصدرت تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة، وكان فيها بيرد على حكم حبسه لمدة شهر في تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. تداولها طبعا عدد كبير جدا على سبيل السخرية، لأنها كان فيها مفاجأة قانونية من العيار التقيل، وده بعد ما أصدرت محكمة جنح مستأنفة الاقتصادية الأربعاء اللي فات حكم بحبس مرتضى منصور في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وقتها قضت المحكمة الاقتصادية بحبس المستشار مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقصف. أيضا قضت المحكمة بتعديل حكم حبس نادي رئيس نادي الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس شهر، يعني كان الحكم أصلا عام بعد كده اترحل الحكم لمدة شهر. رئيس نادي الزمالك الحقيقة قال إن هو مش هيتحبس لمدة شهر، والحقيقة إن كان في تعليق منه المستشار مرتضى منصور على الحكم ده، والتعليق بتاعه هو الحقيقة اللي أثار الجدل، لأنه رد وقال الخطيب مفهم جماهير الأهلي أنه أنا هتحكم عليا وإني مسجون دلوقتي في السجن، لكن عاوز أقوله أن حكم الحبس اللي بيكون من يومين لثلاث شهور المحكمة بتسمح للمحكوم عليه أن يقضيهم في البيت أو حتى في المستشفى، يعني أنا يوم ما أتحبس فيك هروح أنام على سريري. ده كان نصاً تعليق المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة شهر. طبعا تم تداول هذه التصريحات على سبيل السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة أن حديث المستشار حمل مفاجأة قانونية كبيرة جدا، وكشف عنها مرتضى منصور وأكدها طبعا الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري. وضح الدكتور حامد جبر وقال إن قانون العقوبات بينص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس مع الشغل إلى شغل خارج السجن، شرط أن تكون مدة حبس المتهم لا تزيد عن 6 أشهر فقط، وهو ما ينطبق على حكم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. قال أيضا أستاذ القانون الدستوري خلال تصريحاته لصدى البلد أنه بيشترط موافقة إدارة تنفيذ أحكام على رغبة المحكوم عليه بقضاء مدة حبسه خارج السجن. توقع أيضا الدكتور حامد جبر أن يتم موافقة على طلب المستشار مرتضى منصور نظرا طبعا لقصر مدة حبسه، لأنها مجرد شهر فقط، وده لأن قضيته غير متعلقة تماما بالشرف. أوضح أستاذ القانون الدستوري أن إدارة تنفيذ الأحكام بتحدد للمحكوم عليه الجهة اللي هيعمل بها خارج السجن وعدد ساعات عمله أيضا، بحيث يكون في الغالب أعمال إدارية داخل جهة أو إدارة من إدارات الدولة، وده اللي هيحصل مع المستشار مرتضى منصور. أيضا بتنص المادة 18 من قانون العقوبات على الآتي، إن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. كمان في مادة في القانون في المادة 18 في القانون العقوبات قالت إنه على الكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. طبعا تعالوا بينا نسترجع مع حضراتكم تفاصيل اللي دار واللي حصل وايه سبب الخلاف ما بين المستشار مرتضى منصور والخطيب. بادر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وهو اللي بادر باتخاذ اجراءات التقاضي ضد مرتضى منصور بعد ان راى في حديث الاخير عنه تشويه للسمعه وسب وقصف زي ما جاء في الدعوه المقامه ضده. اقام كابتن محمود الخطيب دعوتين ضد مرتضى منصور وانتزع حكما بحبس مرتضى منصور سنتين كاملين، وبعدها اتقدم دفاع مرتضى منصور باستئناف
على حكم حبس موكله لمدة عامين. في الدعوتين المقامين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور بالسب والقصف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان في كفالة حوالي 20,000 جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 20,000 أخرى للتعويض، وانتهت القضية بعد الاستئناف بالحكم النهائي بحبسه أخيرا شهر واحد فقط مع الشغل. كمان في تصريحات للمستشار مرتضى منصور بتؤكد رفض الكابتن محمود الخطيب لأي محاولات للوساطة والصلح بين الطرفين. قال مرتضى منصور في تصريحات لي أول أغسطس الجاري اللي احنا فيه: فرصة الكابتن محمود الخطيب ومجلسه في إتمام مبادرة الصلح معي انتهت بعد انتهاء المهلة اللي حددتها، واللي انتهت بالفعل يوم 1 أغسطس. كمان مرتضى منصور كمل كلامه وقال في تصريحات تلفزيونية أخرى على قناة الزمالك: مبادرة الصلح اللي خرجت مني للصلح مع الخطيب كانت من أجل البلد وعدم وجود فتنة كروية بين جماهير الأهلي والزمالك، لكن هو مصمم في خصام. الحقيقة مشاهدينا دي كانت آخر تطورات المشكلة أو قضية الخلاف بين رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ورئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. طبعا متابعين مع حضراتكم كل جديد وإيه رد كابتن الخطيب طبعا في هذه التصريحات اللي أصدرها مرتضى منصور فيما بعد. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.